الإداري المدير التقني والتعليم المهني لولاية البليدة، الآن متواجدين بقاعة المؤتمرات بالولاية خضم تنظيم يوم دراسي حول العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشركة الاقتصادية. هذا اليوم المنظم في جميع ولايات الوطن 58 بنفس اليوم ونفس البرنامج، ويشرف على تحت رعاية طبعا معالي وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور ميراب ياسين، وتحت الإشراف الشخصي والمباشر للسيد والي الولاية. جاء هذا اليوم تحت شعار التكوين المهني والشراكة الاقتصادية آفاق واعدة. هذا اليوم تم مشاركتنا فيه مدراء جانب المدراء التنفيذيين، الأسرة المنتخبين، رؤساء الدوائر، كذلك حضور قوي للشريك الاقتصادي. اليوم يرافقنا أكثر من 100 مؤسسة اقتصادية إما عمومية أو خاصة وحتى الأجنبية. يكون هذا اليوم الدراسي لتمتين وتوطيد العلاقة بين قطاع التكوين المهني وكذلك الشركة الاقتصادية. لماذا؟ لأن تطبيق الالتزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التزاماته 54، من بينها الالتزام هو تحسين التكوين ونوعية التكوين. نحن نعمل في استراتيجية القطاع على هذا الغرض، ويتمثل في الاستماع إلى الشركة الاقتصادية، معرفة احتياجاته، معرفة احتياج الشغل، حتى نتمكن من تطوير قطاعنا وكذلك فتح تخصصات تتلائم مع سوق الشغل. ويكون البرنامج اليوم على النحو التالي: بعد إعطاء عرض حال حول قطاع التكوين المهني بالأرقام، وكذلك لمحة على علاقتنا مع قطاع الشركة الاقتصادية على مستوى الولاية، كذلك هناك مداخلة للسيد مدير التشغيل لنربط قضية التكوين مع التشغيل وإدماج خريجي قطاع التكوين المهني في سوق العمل. كذلك لدينا مؤسسة نموذجية درنا مداخلة وكذلك معها فيديو لتعاملها مع قطاع التكوين المهني في قضية التمهين ومراسم التمهين وكذلك توظيف خريجي التكوين. وفي الأخير يكون الفترة الصباحية تختتم بإبرام اتفاقيتين. الاتفاقية الأولى وهي بين مدير التكوين والتعليم المهنيين ومدير الصناعة. لماذا مدير الصناعة؟ لأن ولاية البليدة تعرف حركية في الآونة الأخيرة تتمثل في إعطاء عدة منح رخص استثنائية ونهائية للمستثمرين. هذه الحركية يجب نواكبها. بهذه الفرصة قمنا بإبرام اتفاقية مع مدير الصناعة لتمكيننا من معرفة المستثمرين الجدد ومرافقتهم في إطار تمهين وكذلك تكوين المتخرجين. كذلك إبرام اتفاقية ثانية ومع شركة ألينيو الموجودة في السمعة، هذه تطبيق لتوصية السيد الوزير خلال زيارته المؤخرة في سبتمبر إلى ولاية البليدة، وكان عنده لقاء على هامش المعرض مع هذه الشركة، وطلب منا باش نتصل مع هذه الشركة ونعد اتفاقية لتكوين أساتذتنا وكذلك السماح للمتربصين بإجراء تربصات ميدانية. أتمنى يختتم هذا اليوم برنامج بجلسات، جلسات تكون مع الشركة الاقتصادية مع إطار التكوين المهني، يكون فيها مناقشة تدرس فيها مواضيع مختلفة منها التكوين المتواصل، التمهين وكذلك الإدماج. نتمنى النجاح لهذا اليوم الدراسي.